النهارده نازلين ب 30 متطوع في منطقتين بحيث نساعد اخواتنا في فلسطين اللي محتاجين في اشد الحاجه لقطر الدم او نقطه الدم اللي احنا نساعدهم بيها. فاحنا كان عندنا متطوعين متحمسين بيحاولوا بيساعدوا بكل الطرق، بيحاولوا يشوفوا طريقه يساعدوا بيها، فكان عندنا الحماس. فمجرد ما جت الفرصه اللي احنا ننزل في شوارع اسيوط اللي احنا نساعد باي حاجه. جينا النهارده عشان خاطر نتبرع بالدم لاخواتنا في فلسطين، وعشان احنا اصلا بنؤمن بالقضيه الفلسطينيه وبنحاول نساعد على قد ما نقدر. فدورنا كشباب ودورنا كمؤسسات حياه كريمه بتوعينا ان احنا لازم ننزل ونجيب اصحابنا ونبلغ المجموعات من الشباب الموجوده معانا، سواء كانت في دراسه او في جامعه او في عمل. لما عرفت ان في تبرع بالدم لاخواتنا الفلسطينيين نزلت انا ومراتي واولادي وبنتبرع دلوقتي. انا اتبرعت ومراتي دلوقتي بتتبرع، وانا بناشد كل اهل اسيوط انهم ينزلوا يتبرعوا بالدم لاخواتنا الفلسطينيين. نزلت اتبرع لاخواتنا في فلسطين، ودي اقل حاجه نقدمها لهم. وجوزي شجعني جدا وهو قال يلا نروح نتبرع.